السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة أبو غزالة، إن شاء الله النهاردة هنقدم مع بعض إصلاح الكاتل دوت. هو طبعا عطلان كده، المشكلة اللي فيه وهنتعرف عليها كده ونحاول نحلها إن شاء الله. طبعا احنا عندنا الكاتل بيتكون من جزئين زي ما احنا عارفين، القعده والكاتل نفسه اللي هو فيه الهيتر بتاع التسخين. طبعا كده مفيش، مش شغال. نجرب القعده بالطريقه، احنا بنجرب طبعا شغلنا كله على السيريال. القعده طبعا بنجربها بالطريقه دي، نعمل قفله، دي السيريال بتاعتنا ما بتكهربش طبعا وما بتعملش قفله. كده السيريال هنا كده القعده شغاله تمام. يبقى المشكلة عندنا هنا فين؟ في قلب الكاتل نفسه. هنقيس كده الكاتل برضك ونعرف. كده الكاتل مفيش هنا ايه؟ استجابة طبعا. نشوف كده بقى ايه، نبدأ بأول حاجة بالمفتاح. المفتاح هنا ممكن يكون في مشكله فيه، وهنتعرف بردك ايه عليها. طبعا انا في حاجه غريبه في الكاتل هنا، في الجزء هنا جوه اهو سايح من تحت ايدي بتاعت الكاتل في ظهر المفتاح على طول. طبعا في ظهر المفتاح هنا يبقى معنى كده ان في حاجه حصلت، المفتاح عامل تهريب ومسخن المنطقه اللي هي في ظهره. حتى يعني مش عارف باينه كده ولا لا. ايه تمام، هنفك بقى المفتاح او نشوف كده المفتاح ايه الوضع بتاعه. واضح كده ان في مشكله في المنطقه بتاعه المفتاح. يعني طبعا عندنا هنا في المفتاح اهو، في هنا الجزء اللي راكب فيه السلك في حاجة سايحة اهي، اللي في ظهر الحتة اللي هي ملسوعة في الكاتل من ورا. طبعا احنا بنفك المفتاح اهو. المفتاح طلع بالطريقة دي، طبعا شايفين كده المفتاح هنا طبعا في فردة منه سايحة، اللي هي عاملة المشكلة اللي جوه دي. الفردة اهي سايحة تمام، سايحه اللي هي الفكه بتاعت المفتاح نفسها من الريشه. يعني في ريشتين هم المفروض توصيل، واحده اهي والتانيه سايحه جوه اهي، وحرقه الفرده بتاعتها. طبعا لو احنا نجيب مفتاح جديد وهنركبه طبعا على ايه، على المكان بتاعه تاني. نشيل بس القديم ده. كده احنا شلنا الجزء اللي اتحرق خالص. ممكن نجرب كده الكاتل، يعني ايه، بنعمل قفله كده لحد ما نجيب المفتاح. بس كده الفردة هنا كده محروقة ديت، هنعمل قفلة كده مكان المفتاح لحد بس ما ايه بنركبه يعني، ونجربه على القعدة برضك. كده الكاتل اشتغل. يبقى العيبة اللي عندنا هنا ان شاء الله كده، عيب المفتاح محروق طبعا بالطريقة ديت، ومسمع في ظهره، في ظهر الدراع نفسه بتاع المفتاح. وهنشوف كده بعد ما نجيب المفتاح ان شاء الله، ونكمل مع بعض الخطوه اللي جايه. السلام عليكم. كده اعزائي مشاهدي قناه ابو غزالة، احنا جبنا المفتاح اهوت جديد. طبعا هنيجي نركبه لازم نعمل بردك ايه،
الفرده اللي اتحرقت ديت هنطولها عشان نركب فيها ترميله زي كده. نطول بس الفرده الاول كده عشان نجهزها يعني. طبعا احنا عندنا الفرده بنطولها بالطريقه ديت. عشان تبقى اللحام بتاعنا كويس يعني. كده تمام الفرده اهي. نديها شيت لحام برضك. هو اللي بيسموش كرتون. كده احنا ركبنا الفردة خلاص. هنبدأ نحط الترامل. طبعا انا بركبها بره لسبب يعني عشان اتاكد ان الترميله قافله كويس. عشان دي لازم تبقى ماسكه كده كويس قوي. لو مهربه هتعمل زي ما عملت في المفتاح كده. طبعا دي خفيفه شويه اهي نضيقها بره. كده تمام. نحط بقى المفتاح مكانه. ركبناه في مكانه اهو. نربط المسمار ده. طبعا بكره برضه تجيب كده. نرجع بقى الوش نجرب بقى كده المفتاح الجديد على السريع الاول. طبعا بيشتغل اهو منور. ندي ميه بردك ونعمل عمليه تجربه كده للغليان يعني. طبعا كده المفتاح شغال اهو بيتولع. هنجرب بقى كده ونشوف هيفصل ولا هيعمل ايه. طبعا الاصلاح دوت احنا شفنا حاجه جديده في الموضوع بتاع النهارده ان عندنا المفتاح كان مسيح ومبوظ في البيت. فانا المفروض يعني لما احس بحاجه زي كده في البيت
ما استناش لما يوصل الحل بالطريقه ديت ان المفتاح يبقى بالطريقه ديت ويسيح ويعمل مشكله، لان الله قدر ممكن يعمل يعني اليد كلها تتحرق وتولع. منتظرين بس كده طبعا ان هو يفصل، يبقى كده اكملنا الاصلاح بتاعنا ان شاء الله. دي بقى طبعا مخلفات بتاعت مفاتيح قديمه وحاجات يعني ممكن بيحتاج منها مسمار، حاجات يعني تخص بالشغل الصيانه يعني. طبعا لسه هو كده درجه السخونيه بدا الكاتل نفسه يدخن اهو. هنلاحظ بقى المفتاح هنا اول ما يوصل الغليان، المفروض ان هو اول ما يوصل الغليان المفتاح ينفصل من فوق. طبعا بدأ الغليان اهوت، هنوصل بقى لدرجة الغليان وان شاء الله المفتاح يفصل معانا. فصل كده المفتاح وتم عملية الغليان طبعا الحمد لله. اتمنى مشاهدة طيبة طبعا ونعمل الاشتراك في القناة وعمل اللايك بأمر الله. السلام عليكم.